اعتقد جو بونس التقدير الناس هنا اللي تلعب فيه. لو ربما حدث هذه المشاهد هذه في ملعب اخر ويكون ليكيب فيزيتوز يكون نادي كبير عنده نفوذ في الكاف، جو بونس ان كاردر 20 مينيت الاربيت يحبس لابارتي. قلت لك مع سان لونس ستيف كان اون فايس مونتير، احنا نعترفوا به، لن اشيد يعني الانزلاق اللي صرا في ملعب ستيف. وي صرا ونايتي سونكسيوني ان كاردر 20 مينيت الاربيت حبس لابارتي، ما عطاناش مي با لوكازيون نخرجوا لي سيبورتير وخسرنا ستيف لايتي اليميني وراحوا بدوزاني. هنايا تشوف مشاهد اخطر جو بونس من وصرا في ستيف اخطر بكثير. شوف انت من شارك كهربائي في ستاد، شوف النيران شعله ولحقت بارتيمو 45 مينوت 42 43 ماشي افيك اون سيكوند بري، ولكن بارتيمو لو طو خلاص كمل تاع الانتظار والاربيت ما راح جوسكو بو باش يمد فرصه للترجي. اعتقد يقدر يربح، يقول لك انا التقدير تاعي الامن عاود ولا والمباراه تلعبت، ولكن جو بونس انه عدم وجود تاثير جزائري على مستوى المكتب التنفيذي للكاف هو اللي يخلي هاد الاشياء يعني ما تكونش في صالحك. لو ننفرسيو لي رول صارت المشاهد هذه في الجزائر، لا اعتقد ان الحكم ينتظر ربع ساعه كان يعني سيعلن نهايه المباراه بحجه انه الامن غير متوفر، ما يعطيكش فرصه انك تفرض الامن. ولذلك اليوم نعاود نراجع حساباتنا، تكلمنا اليوم على المنظومه الكرويه الجزائر اللي غايبه اللي احنا ما راناش كامل، وزيد عليها انك غايب على مستوى ليزانستونس.